السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في قناتي AMT لزيادة متابعين التيك توك. الناس اللي هي أول مرة تتفرج عليا إن شاء الله هتحقق متابعين حقيقيين وبطريقة سهلة إن شاء الله. أول حاجة أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله الفيديو يكون سهل وبسيط وكلكم تستفادوا. أول حاجة ده الأكونت بتاعي 136,000 اسمه زيادة متابعين. اول حاجة هتعملها هتبحث عن اسم الاكونت بتاعي زيادة متابعين، تمام؟ هظهر لك اول واحد في 33 واحد انا بتابعهم، هتتابع 33 واحد مش كتير، تمام؟ تاني خطوة اللي تبعك تبعه، تمام؟ اللي تبعك تبعه وتعمل لي لايك على الفيديو وكومنت باسم الاكونت بتاعك او برابط الاكونت عشان انا ادخل اتابعك، عشان تدخل يعني مثلا انا تابعتك انت حطيت لي الرابط بتاعك انا دخلت تابعتك بقيت بتابع 34، تمام؟ لما انا اتابعك اكيد اللي ينفذ الطريقة هيدخل يتابعك. لو مثلا في اليوم 100 واحد نفذ الطريقة انت جالك 100 متابع، 1000 واحد نفذ الطريقة هيجيلك 1000 متابع، تمام؟ هتعمل فيديو بعد كده، بعد ما تعمل الطريقة دي هتدخل تعمل فيديو، تعمل فيديو ليك يعني تصور اي حاجة، مثلا تصور اي حاجة لمدة 30 ثانية، تمام؟ بعد ما تصور الفيديو قصدي لمدة 20 ثانية، بعد ما تصور الفيديو هتشوف الهاشتاجات دي. شوف اول هاشتاج ده ردود فعل، تمام؟ بعد كده اعز اخوات، بعد كده سينيور العربي، بعد كده في الاستاد، بعد أغنية الكسل، تمام؟ هتضيف ال4 هاشتاجات دول للفيديو، تمام؟ ما عندكش فيديوهات، ما بتصورش فيديوهات، هتدخل عندي على الصفحة هتلاقي في فيديوهات اهي، اطلب اي فيديو فيهم وانا هبعتهولك ان شاء الله من غير لوجو، هبعتهولك يعني ان شاء الله، بس كلمني انستا، تواصل معايا انستجرام او على الفيسبوك، تمام؟ لو محتاج اي سؤال كلمني هرد عليك على الانستا او على الفيسبوك. اهم حاجة تتابع اللي بتابعه، تمام؟ واللي يتابعك تابعه وتنزل فيديو مدته 20 ثانية تتكلم عن اي حاجة. وفي حاجة مهمة لازم اكد عليكم فيها برضو، لو عندك موهبة يعني مثلا بتغني بترقص بتعمل اي حاجة صورها ونزلها ان شاء الله هتنجح، واتمنى اكون فدتكم. بس عايز يجيلك متابعين تنفذ الخطوات، تعمل لايك وكومنت وباسم حسابك واللي يتابعك تابعه، تمام؟ اتمنى يكون الشرح سهل وبسيط، واتمنى اكون فدتكم، وان شاء الله في فيديوهات تانية. واللي محتاج اي حاجه بخصوص التيك توك يبعتلي على الفيسبوك او على الانستجرام وهرد عليكم ان شاء الله تزيدوا، بس اهم حاجه تنفذ الخطوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.